شكرا مشاهدينا الأفاضل. كان هذا حوار الدكتور نجيب دكاني للحديث عن الجزائر ما بعد الاستقلال، طبعا إحياء للذكرى 58 من استرجاع السيادة الوطنية. أما الآن نواصل فقراتنا، وفي هذه الفقرة اللي عودناكم فيها فقرة السوشيال ميديا أننا ننقل لكم مجموعة من الصور والفيديوهات الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذه الصورة عملية دفن الأطباء الذين توفوا في بسكرة بسبب فيروس كورونا. وفي هذه الصور مشاهدينا نشاهد في سماء سيول تضاء ب400 طائرة بدون طيار تحلق فوق نهر الهان في حديقة يويدو لتشكيل رسومات تعبيرية في عرض لافت لشكر الطاقم الطبي ورفع معنوياته ولتوجيه رسائل توعوية عن أهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في مواجهة جائحة كورونا. تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو من داخل مصلحة كوفيد-19 بمستشفى بسكرة. نشاهد الفيديو. الناس رايت الطايش اخوتي، وحنا هنا رانا متطوعين يقولوا لنا روحوا روحوا، تفرج خاطر الناس رايت اني يقول هذو كل متطوعين اخوتي، هذو كل متطوعين. صور صور كل متطوعين اخوتي، هذا مكمل متطوعين واكل ما كانش واحد فيهم اكل، راهم جايين واحد امه مريضه واحد بيه مريض، فهمت؟ قلنا لهم اكباكم ما لحقوش عليها، ما لحقوش ما كاينين دلونا مدعم، واش البرودا درناها حنايا لي بافات، لي بافات ما يعطوهم الناس اخوتي. القاز الاكسجين ما كانش، الاكسجين ما كانش خويا، الاكسجين ما كانش، كوما ما فيهاش الاكسجين خالتي. تفضل اهدر. في حاله في بخاري، في حاله لاباريت على الاكسجين، انديفيديال بارك الله فيك على الخيريه، ينحوها للمراه ويديروها لواحد اخرى تور درون، وراهي في حاله وسكانر السمانه ما خرجناش. اسمع عمي الكسوري، عمي الكسوري، عمي الكسوري، عمي الكسوري، اسمعوا عمي الكسوري، مشات كل حاجه نعطيو الاكسجين لقاه مخنوق، يوم جيت الصباح لقيته دايم ربي. ايه هما مكان ارواح المدار، اخزروا 9-1 مكان ها. مدير دير تاع المدير واحد مكان، ما دام ما غدوش يصيبوا مسكينه معانا، مسكينه قدرك على راسي انا ما عرفتش نصيبوا عادي، ارواح وارواحهم معنا ارواحهم. بهذا الفيديو مشاهدينا نختم فقره السوشيال ميديا، نلتقي بعد الفاصل في المراسلين.